عندما عدت من بريطانيا عام 90-91 كنت على مبتعث على ملاك جامعة الملك سعود فرع أبها. إنما عندما عدت وقدمت أوراقي للمجلس العلمي للجامعة رأى أنه من المصلحة العليا للجامعة أن أعين في كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة في الرياض. وخضعت زي أي عضو هيئة تدريس مقابلات شخصية وتعينت وباشرت عملي في الجامعة، وانتقلت أسرتي أيضا من أبها إلى الرياض. واستمريت في الجامعة، كنت عضو هيئة تدريس، أسست مقرر الحاسب الآلي في مقرر الذكاء الاصطناعي في درجة البكالوريوس، وقمت بتدريسه وتطوير محتوى. بعدها مباشرة طلبت مني الشركة الدولية لهندسة النظم، هي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، إني أمسك نائب الرئيس للعمليات. استمريت فيها حتى نلت الثقة الملكية عام 98، واخترت عضوا في مجلس الشورى في دورته الثانية. من هذا المنطلق حاولت استقيل من الشركة، لكن الشركة أرادت أن أستمر معهم فترة علشان كانوا في حاجة إلى خبراتي مدة أطول. والمجلس أنا أعتبره تجربة ثرية جدا للغاية. في عام 2004 اخترت وزيرا للدولة وعضوا لمجلس الوزراء في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى. أول ما بدر في بالي أنه مقترحنا اللي رفعناه من المجلس قبل كم سنة أنه أخذ به، ويمكن أخذ واحد من القائمة اللي رفعوا فيه كمقترح، وتبنى هذا. ولذا أصبحت بضاعتي أتعامل معها أنا بطبيعتي، يعني أنه هذا مقترحنا اللي رفعناه. ولذا أول مهمة باشرتها رجعت للمجلس وقلت هذا مقترحنا، يلا نشتغل سوا فيه. أذكر الزملاء كثر رحت جمعتهم اللي شاركوا معي وقلت تعالوا خلنا نشتغل كفريق واحد مع بعض. أيضا مجلس الوزراء يختلف عن مجلس الشورى، ودخلت في آفاق مختلفة جدا. البعد السياسي يطغى كثير في هذا الأمر، لابد يكون الإنسان عنده هذا البعد. ونحن يا المتخصصون في التقنية وفي العلوم قد يمكن نحتاج لفترة إلى أن نتكلم عن الأمور السياسية التي ما فيها أسود وأبيض، بل فيها يعني اللون الرمادي كثير. رجل البدايات الدكتور سعود المدحمي سيبني كيانات جديدة بالكفاءة نفسها، وستنجح النجاح نفسه لأنه اكتسب خبرة البدايات واكتسب أيضا خبرة النجاح.